منذ إعجاب اللجنة. من قال هذا؟ أوه مرحبا، لم يروا شيئا بعد. ثقي بي سأفوز. هل أنت متأكدة؟ ربما عليك استخدام هذا. ها أبدو جميلة. كما تريدين. يمكنني وضع المزيد من أحمر الشفاء. جميل، حان دوري. ابتعدي عن طريقي. مرحبا. واو، لم أفهم. هل هذا مقلب؟ أشعر بالحيرة. كلا، أنا غير موافقة. لكن يجب أن أخرج من هنا. ماذا يحدث؟ هنا. يا إلهي، ما هذا؟ نظارات؟ لست بحاجة إلى نظارات. وجدتها، جربي هذا. وداعا. هذا غريب. أعطني هذا. هاي، أنا قبيحة، لا أصدق، هذا محرج، علي أن أخلع هذا. هذا أفضل، لنفعل هذا بشكل صحيح. يمكنني الآن رؤية ما أفعله. والآن دور العين الثانية. ظلال العيون هذا جميل جدا، لقد أحببته بشدة. ماذا؟ لقد كان مجرد تمرين. واو، تبدو مذهلة. هذا سهل يا فتيات، لدينا فائز. كنت أعرف. انقر اعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. انحني وابقى مكانك، انا اشعر بالتمدد. الى الجانب. اوف، رائحتها تصرع. انا اتسبب عرقان. هذا واضح، اشعر بالدوار. أليكس، هل انت بخير؟ من قال ذلك؟ اين انا؟ هل فقد وعيه بسببي؟ أحتاج إلى مزيل عرق جديد. وجدتها. سأحضر ليفة تقشير وماء. حان دور الصابون. سأفرك الليفة على الصابون وأفرك الإبط بها. سأحضر الآن بعض الطين وأضيف له عصير الليمون. سأمزج الخليط. عندما يصبح قوام الطين سائلاً، سأنتقل إلى الخطوة التالية. سأدهنه على الإبط بفرشاة. سأتركه حتى يجف، شكله غريب. ثم سأستخدم الليفة لإزالته. رائحتي منعشة. هل أنت مستعد للعودة للتمرين؟ ابتعدي عني، أنا مسلح لمعطر جو. رائحتي جيدة، افحص. سأحكم بنفسي. حسناً، أنا أصدقك، لنواصل التمرين. اضغط زر الإعجاب بالفيديو واشترك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة. ياي، حان وقت الدلع. سيكون هذا الحمام مريحاً. أحضرت التابلت وأنا جاهزة للحمام. سأتابع هذا الفيديو المضحك. أحتاج شرابي أيضاً. هذه قناتي المفضلة. أنهيت المشروب. سأضع التابلت هنا وسأسكب المزيد من الشراب. جهازي، أين هو؟ يجب أن أنقذه. حمام فقاعات مريح. هذا خطير، قد يغرق التابلت هنا. لابد من وجود حل. علاقة الملابس، إنها الحل بالتأكيد. سأعلقها هنا وأحضر كيساً بلاستيكياً بسحاب. التابلت بأمان من الماء هنا. سأعلق الكيس على العلاقة. ممتاز، كما لو أنه تلفاز في الحمام.
سأتابع مقاطعي وأنا مسترخية في الحوض. كم هذا رائع! سأنظر إلى ورقة الغش. أوه، هذا مفيد. كيفن، هل تخفي شيئاً هنا؟ ورقة غش كما توقعت. أنا آسف. كلا، لا أريد أن يحدث هذا لي. أهلاً يا أبي، ألم تنتهي من المذاكرة؟ أوه، هذا هو الكتاب الذي أبحث عنه. أوه، المروحة ألهمتني بفكرة ذكية. عادت ورقة الغش. قمت بطيها مثل آلة الأكورديون. سأحتاج الآن إلى قلم وغراء. خط صغير من الغراء على الحافة. هذا يكفي، حان دور ورقة الغش. سأضع أحد طرفيها على القلم والطرف الآخر على قلم آخر. صنعت مروحة من ورقة الغش. يجب أن أكتب الجواب بسرعة. أوه، إنها قادمة. سأخفي ورقة الغش بإغلاق المروحة. أوه، أهلا يا معلمة. دعني أرى، هل تخفي أي شيء يا كيفن؟ حسنا، واصل الحل. نجحت هذه الحيلة. من الأفضل أن أنيح الاختبار. مرحبا، يبدو أن الحصة توشك على البدء. من يريد تسليم واجبه أولا؟ أنا، اختاريني. أجل، اختاريها. حسنا، تعالي إلى السبورة. شكرا. نعم. لحظة، هل هذا هو واجبك؟ أجل، أحب شرح كل شيء بالتفصيل. سأعلق هذه اللوحة على السبورة وأكتب العنوان هنا. انتهيت يا أستاذة، سأسلم واجبي لك الآن. لدي بضعة مجلدات عن الواجب ورتبتها حسب اللون لتسهيل تصفحها. ركزت على الجهاز العضلي في هذا المجلد، وتضم المجلدات الأخرى بقية الأجهزة. يا إلهي، هذا كثير. شكراً على مجهودك، عودي لمكانك. كيفن، هل حللت الواجب؟ أجل، وضعته في مجلد أيضاً. تباً، لماذا لم أكمله؟ الجهاز العضلي؟ يا رجل، خذ استراحة من الدراسة. لنلعب، أنا أتحداك. هيا يا صاح، ركز على اللعبة. حسناً، تفضلي. كيفن، ما هذا؟ سأعود إلى مكاني. هذا الامتحان أصعب مما توقعت ومتعب كثيراً. حفلة الليلة؟ ليلي غير مستعدة للحفلة. ماذا؟ غير مستعدة بلا شك، لكن ربما مع بعض المساعدة. بيلا، ما الذي يحدث؟ أين أنا؟ حان وقت تغيير مظهرك. لنبدأ بالوجه. هل غمستي في البيتزا؟ لا تقلقي، لدي الحل المناسب. لنبدأ العمل. لا تستهيني بقوة الكونتور والقليل من النمش. ما رأيك بمظهرك الجديد؟ كنت أنسى بشأن شعرك. لنفكر. وجدتها. يجب أن نتخلص من الكعكة الفوضوية. الحل في الضفائر. سأبدأ بضفيرة صغيرة فوق الأذن، وعند الوصول هنا سأرفع شعرك للأعلى، ثم سأسحبه للخلف قليلاً وأثبته بنشمة شعر. حان الآن وقت الجانب الآخر. ممتاز. ألا تبدين مذهلة الآن؟ انسي بشأن الاختبار. كيف فعلت ذلك؟ تسريحاتنا متطابقة. أفضل أن نذهب. حسناً، حان وقت الغداء. أنا متحمس لأكل رقائق البطاطا. ماذا أحضر كيفن؟ مرحباً كيفن، ربما يمكنك مشاركة أكلك؟ حسناً، ربما. هذا شرابي. ماذا سأكل الآن؟ حسناً، لا أحد حولي. مرحباً كيفن، ماذا لديك هنا؟ تفضلي، خذي كل شيء. ثانية،
تأخذان طعامي دائماً. أو انتظر، لدي مكالمة. هلا أنهيت تقطيعها يا كيفن؟ حسناً. أهلاً، لحظة، سأقص الجزء العلوي وأحضر حلوى M&M's. سأسكبها في فلفل الحلو فهو أشبه بكوب، ثم سأعيد الغطاء إلى مكانه. سأفعل نفس الشيء مع الخيار وكيت كات وهذا القارع، إنه يتسع للعصير. سأملأه بالكامل ليروي عطشي. انتهيت، سأعيد الغطاء. سأضع القرع في سلة الخضار. صندوق الغداء جاهز، سيحل مشكلتي بكل تأكيد. أهم، حان وقت الغداء. لنرى ما أحضره كيفن اليوم. ماذا، خضار؟ كلا، شكراً. إن طالت خدعتي عليهما. سأتناول الحلوى الآن. حل سهل لهذه المشكلة. سأحتسي القليل من عصيري. منعش. إليكما نتائج الاختبار. هذه مسحة، ربما يمكنني تغييرها. لم ينجح هذا، ماذا سأفعل؟ رسبت، ربما يمكنني شطبها. هذا أمر سخيف. فكري. وجدتها. أحتاج إلى مسدس الشمع وإصبع غراء شمعي. سأضع بعض الغراء على الطرف ثم سأضغطه على الحبر. سأثبته في مكانه لعدة ثوان وستزال بسهولة. أنا عبقرية. ربما لا. الآن سأضع تقديرا جديدا. أستحق تقدير ممتاز. انظرنا إلى هذا. أنت ذكية للغاية ومتباهية. أعطني الإجابات في المرة التالية. مرحبا، حان وقت الغداء. أوف، أنت تجلسين في مكاني، تحركي. يا لك من لئيمة، لا أصدق وقاحتها. سأتمكن أخيرا من تناول سلطتي بسلام. أنت، لماذا دفعتني؟ حظاً أوفر، هذا غدائي الآن. سأربح هذه الجولة. يجب أن أجمع أكبر عدد ممكن. لحظة، ماذا؟ أوف، لم يتبقى أي أكل، لكني أحتاج إلى أكل لأواصل اللعب. تباً، إنه فارغ أيضاً. ماذا سأفعل؟ أنا أتضور جوعاً. لحظة، خطرت لي فكرة. الواقع الافتراضي هو الحل. تبدو هذه الفواكه شهية. تباً، هذا أصعب مما توقعت. أوف، أشعر أنني مبتدئة. أو واو، قطعة دونات قادمة. هاي، صحيح، هذا غير حقيقي. ماذا يحدث هناك؟ انظري إلى الوقت، اللعب ممنوع. أو أسفة. شيريل، ماذا؟ أنا مستيقظة. أو حسناً، تفضلي. هو رائع، شكراً. سهل جداً عند التفكير به. تدا! حقاً؟ أو فهمت، سأجرب ثانية. لا يمكن مسحه. أو إنه دائم. سأكتب فوقه ثم أفركه. ولن يعرف أحد. والآن سأكتب الإجابة الصحيحة. ما رأيك؟ لماذا نحن أصدقاء؟ هذا غير صحيح؟ حسناً. ماذا؟ الحفلة اليوم؟ نسيتها تماماً. من الأفضل أن أتجهز لها. سأختار اللون الوردي. حسناً، كان ذلك سهلاً. لكن ما فائدة العينين المتعلقتين مع شفتين شاحبتين؟ ما هذا الحظ؟ نفد أحمر الشفاه في الوقت الخاطئ. لدي مرطب شفاه شفاف. وخطرت لي فكرة ستحل أزمتي. يلتصق ظل العيون بالمرطب. هل أنت مستعدة لرؤية سحر مكياج رائع؟ ضعيه على شفتيك كالمعتاد. المرطب الطري يعمل كالسحر. هل ترين كيف ثبت اللون على الشفتين؟ بعد ذلك افركي شفتيك ببعضهما قليلاً والنتيجة مثالية. هندسة ملامحه ممتازة.
يمكنني حله مثل مسألة رياضية. ما أجمل هذا الوجه! هل سيلاحظني اليوم؟ أوه، كيف الحال؟ تبدين رائعة! اقرصوني، هل أحلم؟ هل هو قادم ناحيتي؟ أوه، إنه يتحدث مع آني طبعاً. ومن لن يلاحظ فتاة مثلها؟ تنورة جلد بلون معدني؟ من المستحيل أن أرتدي مثلها، خاصة مع جسمي هذا. أوف. مرحباً أمي. يوم صعب. على الأقل لم تقضيه في طي الملابس. عيديها للخزانة من فضلك. شكراً عزيزتي. هذا اليوم يزداد سوءاً. لحظة، أعرف كيف أجذب انتباهها. سأتعامل مع الملابس المطوية لاحقاً. لدي شيء أهم الآن. هذا أفضل. سأغلق حمالة الصدر الآن. حانت لحظة الحقيقة. سأستعين بطبقات وطبقات. هذا أفضل بكثير. وللبلوزة، أبدو إنسانة مختلفة تماماً. هل أبدو رائعة الآن؟ من المؤكد أنه سيلاحظني. واو، ألا ذي كلوي؟ مرحباً. تغير شكلك كثيراً. هذا صحيح. ما رأيك بالذهاب للسينما مع اليوم؟ مضحكة للغاية. لم يعرف المعلم ماذا يفعل. مرحباً يا رفاق. هل تتحدث إلينا؟ لا يهم. إذن على أي حال، علمونا أنهم مميزين للغاية. أو راودتني فكرة. ساركم بعد الصف. ودان، من الرائع كوني مشهورة. أو مرحباً. انتظروا حتى يروني الآن. ستحب جابي أسلوبي الجديد. هيا دا. أهلاً. هل لديها قرط؟ سأبدو سخيفة من دونه. يبدو أنني سأحصل على حلقة للأنف. هل تهتي؟ أود الحصول على قرط رائع. لا أصدق أنني أفعل هذا. خذي وقتك. هل ترين شيئا يعجبك؟ هذا حقا. حسنا، إن كنت متأكدة. قد يؤلم هذا. في الواقع سيؤلم بالفعل. بدأت أندم على هذا. أشعر بالدوار. علمت أن ذلك سيحدث. يحدث هذا طوال الوقت. هيا لننجز الأمر. مستحيل. لسه مجددا. هذه رابع مرة هذا الأسبوع يرحل فيها أحد باقيا. أحتاج إلى وظيفة جديدة. كان هذا مخيفا. هذا لا لدي ملفها. أوبس. أهلا، اللحظة. يمكنني استخدام مشبك الورقي هذا. يمكنني صناعة قرصي الخاص. سأقطع المشبك الورقي إلى نصفين بهذه الكماشة، ثم أضعه في أنفي. قرص خال من الألم. جاسمين، هل هذه أنت؟ مرحباً. مرحباً. تبدين مذهلة. هل هذا قرص أنف؟ فكرت في تجربة شيء مختلف. لقد حظيت بقرطين جديدين للتو. أنا مدمنة أقراط. لا يمكنني التوقف فحسب. أوه، مرحباً. ودان. من الأفضل أن أجد المزيد من مشابك الورق. سيصبح وشمك جاهزاً. أوه، هذا المكان مخيف. ربما كانت فكرة سيئة. ادعي، إنه مجرد وشم. أشعر بالخوف. حسناً، انتهيت. أوه، تبدو رائعة. يمكنني فعلها. أنا شجاعة.
ما الوشم الذي تريدينه؟ ثانية واحدة، هل يمكنني الحصول على هذا الشكل؟ آسفة، لا لا، لكن لماذا؟ يجب أن يكون عمرك 21 سنة. آسفة، لم أضع هذا القانون. حسناً، سأنصرف الآن. هذه فكرة جيدة. حسناً، من التالي؟ هذا ظلم، ضعت وقتي في الانتظار وساح كل مكياجي الآن. إنه أسوأ يوم في حياتي، لم تعاملني بلطف حتى. لا أتذكر شراء هذا الجليتر. فعلاً؟ أظن أنه سيساعدني. أحتاج لقص الرسم، سأضعه على ذراعي الآن. حان وقت الغراء، سأوزعه بالفرشاة. انتهيت، حان دور الجليتر، يجب أن أغطيه بالكامل. سأربط على الجليتر حتى يثبت على الغراء، هكذا. والآن وقت النتيجة، إنه رائع. سأنفخ الجليتر الزائد. واو، النتيجة مذهلة. يجب أن ألتقط صوراً له، سأنشرها على إنستغرام. يا ويلي، أمي قادمة، يجب أن أتخلص منه. أوف، إنه لا يزول. بنتي العزيزة، هل ساعدتني في التنظيف؟ طبعاً، أحبك يا أمي. نفذت بجلدي. هيا، بقيت نقطتين فقط. ربحت اللعبة حبيبي؟ هل تسمعني؟ مرحباً، أنا أراك. لماذا يتجاهلني؟ ماذا تفعلين يا لالي؟ طيب، سأجبرك على منحي اهتمامك. لا تلمسي شعري. أنت وشعرك. ربطت شعري. حان وقت السيطرة على الوضع. لم أوقف اللعبة حتى، لا أستطيع تحريك ذراعي يا لالي. الآن وبعد أن حصلت على كل اهتمامك، سأقوم بتسريح شعرك. أمسكي خصلة ولفيها بإحكام، يجب أن تتموج بهذا الشكل، ثم ثبتيها بربطة وانتقلي للخصلة التالية واربطيها بنفس الطريقة، ثم رشي الخصل المضفرة بمثبت الشعر. بعد مرور دقيقة، ابدأي في نزع الربطات. حسناً، آخر ربطة. يبدو رائعاً. ألست سعيداً لوجودي في حياتك؟ كيف أصبح شعري كثيفاً لهذا الحد؟ دعني أقف. ليس سيئاً، ليس سيئاً أبداً. كان علي ارتداء بنطال مطاطي. إنها إيفا. هاني، مرحباً. بنطالي. سررت برؤيتك. مرحباً. يا إلهي، لدي الكثير لأخبرك به. من أين أبدأ؟ بطني منتفخة. تباً. لحظة. مرحباً، ليس الآن. لا يهم، على أي حال، لا أعرف إلى متى سأبقى هنا. ماذا؟ حالاً؟ أنا آسفة، علي الذهاب الآن. الحمد لله. كنت أعلم أنني سأجدك هنا. ومرة أخرى. لهذا المكان تاريخ رائع. أخبرني به. لا أشعر أني بخير. حسناً. يجب أن أذهب، أراك لاحقاً. هل أنا بمفردي؟ أجل. الحمد لله. إنه لذيذ. لا، سكبت الشاي على حضني. يا إلهي، هل أنت بخير؟ خذي معي منزل إضافي، استخدميه. شكرا جزيلا، أنا أقدر ذلك. لا مشكلة، من المؤسف أن ملابسك اتسخت. هل تعجبك ملابسي؟ رأيتك في الصف اليوم. الأصفر لوني المفضل في الواقع. يا للهول، الحلوى عالقة في شعرها. انتظر، مهلا. لا، الحلوى.
حلوى متشابكة بشعري. أوه، لا أستطيع التوقف. حاوية قمامة، لا. أوف يا إلهي، يا لسوء حظي، أنا مغطاة بالقمامة الآن. اليوم منحوس. هل أنت مستعد لإخراج الفنان بداخلك؟ قبل أن نبدأ لنجعل المهمة أكثر صعوبة، وأنا ظننت أن هذا النشاط سيكون ممتعاً، والآن سيكون شيقاً. حضري يديك الصغيرتين لنقم بذلك. كلا، هذا مؤلم. من يحتاج إلى فرشاة وهذه اليد موجودة لنغمسها في الطلاء؟ سيكون هذا مشوقاً. يمكنك الحصول على الكثير من الطلاء بهذه الطريقة. لنطلق العنان لإبداعنا، ليست بسلاسة الخط بالفرشاة. واو، هذه خطة كبيرة. المفتاح هنا يتمثل في القليل من الحركة. أترين؟ سأعبر عن كل مشاعري فيها. علي أن أفعل بعد ذلك. نعم، كانت هذه الخطوة الصحيحة بلا شك. يفضل نيك القيام ببعض التجارب. من لا يحب مزج الألوان؟ سيبدو هذا اللون الأزرق جميلاً للغاية. ماذا الآن؟ أجل، تزداد الأمور حدة هنا. من المؤسف أن الرسام ريمبرانت لم يعرف عن ميزة الأيدي الصغيرة. ماذا؟ ستراه لاحقاً. نعم. أوه، كيف حدث ذلك؟ معذرة، لا يهم. هل أنتما مستعدان للكشف عن لوحتيكما؟ ما رأيك؟ جيدة، لكن ماذا عن رسمتي؟ كلانا رابح. توقف، لقد صدتك. أوه لا، هل لديكم عيون صغيرة أيضاً؟ أنت وأنت إلى الخارج. أوف، يبدو أن الحفلة قد انتهت. مهلا، سأبيع لوحتي على الإنترنت. لدي مجموعة الفرش خاصتي وأقلامي. حسنا، أنا مستعدة، تفضلي بالجلوس. أوه جيد، أتطلع إلى هذا بشدة. يسعدني سماع ذلك. سنبدأ بقليل من مسحوق الوجه. ستبدين مذهلة. ما التعليق؟ لون ظلال العيون هذا سيبدو رائعاً عليك. لا تتحركي، ابقي ثابتة، هذا يناسبك حقاً. أوه، نحتاج إلى الماسكارا. حسناً، والآن لنجعل شفتيك بارزتين. أحب هذا المنتج، إنه لا يخرج شيئاً. أعلم أن بداخله القليل. حسناً، هذا مزعج. أوه، أحب هذا العرض، هذا الرام اللذيذ. هذا الرجل كريس، إنه يضحكني. أنا متأكدة من أنه كان معي شوكة. ستؤدي هذه الغرض. ضع الأنبوبة بين أسنان الشوكة، ثم ادفعوا الشوكة للأعلى. سيخرج منها ملمع شفاء. لن تضيعوا أي كمية من المنتج. ضع الملمع في حاوية. لا أحتاج إلى هذه بعد الآن. هذه الحاوية تجعل الاستخدام سهلاً للغاية. لا حاجة إلى المعاناة في ضغط الأنابيب، ويمكنني استخدام فرشاة المكياج لوضعه. كان علي التفكير في هذا مسبقاً. يبدو هذا رائعاً. أعتقد أننا انتهينا. ما رأيك؟ أنت موهوبة للغاية. شكراً لك. 26، 27، 28. انتهيت من التمشيط أخيراً، والآن حان وقت التمويج. سأرش القليل منه. هيا بنا، هذا يكفي. أو ربما لا يكفي. سأتركه لمدة أطول هذه المرة. حسناً. أوه هيا، هذه المكواة ليست ساخنة حتى. أنا أستسلم. أو لا، صفي شعري. آسفة، حدث ذلك بالخطأ أقسم لك، لكن
انظري لهذه الخصلة المثالية. هل يمكنك فعل ذلك لبقية شعري؟ لست متأكدة من أنها ستعمل. يلا الروعة، هذا لا يصدق. لا حاجة لمكواة تمويج الشعر، كما لو أني سرحت شعري في الصالون. شكراً، يجب أن أخرج لاستعراض شعري. مرحباً، يمكنك تعليق سترتك هناك. تفضلي قائمة. أوه لا، مستحيل، إنها فظيعة. أوه، يداي جافتان جداً، هذا محرج جداً. ماذا لو خطبني الليلة؟ لن أسمح بهذا المنظر، يجب أن أتصرف. قفازات، إنه الحل الأسهل. تفضلي، طاولتك هناك. أوف، أشعر بالقلق. لقد وصلت، تبدين جميلة. طلبت لك العصير. دعيني أساعدك في خلع قفازك. كلا شكراً، أشعر بالبرد. لكني أريد تقبيل يدك. أو لا، خلع القفاز. أو ما مشكلة يدك؟ يمكنك استعادة يدك. لا تقلقي بشأن ذلك، الجفاف مشكلة عادية. أظن أن لدي الحل لمشكلتك، انظري إنها نبتة ألوفيرا. هل تظن أنها ستساعدني حقاً؟ لا ضير من المحاولة. أولاً سأقطع الألوفيرا إلى قطع صغيرة كهذا، ثم سأضيف بعض العسل. يتمتع العسل والألوفيرا بخصائص علاجية رائعة. سأستخدم مدقة لخلطهما. هذه العملية ممتعة. يجب أن أخرج كل عصارة الألوفيرا. الخليط جاهز الآن. واو، أصبحت بشرتي ناعمة كالحرير. يمكنك إمساك يدي الآن. من دواعي سروري. لحظة، بقي شيء واحد. يا إلهي، هل سيفعلها؟ إنه في مكان ما هنا. أوف، أشعر بالحر. أنا سعيدة لأن كلينا يشعر بالراحة الآن. أوه، منافسة رقص جديدة؟ كلا، لن أشارك. أوه، ما هذا؟ دروس رقص؟ تحققت أمنيتي. وواحد، اثنان، ثلاثة، وأربعة. واو، كان أداؤك رائعاً. ودان. مرحباً. هل تريدين الرقص؟ أكثر من أي شيء آخر. هل يمكنك فعل هذه الحركة؟ أشك في ذلك. أريد أن أتعلم، أتوسل إليك. أوف، حسناً، درس واحد قصير. حسناً، هيا بنا. واحد، اثنان، واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. ذراعان، حسناً. والقدمان، هل هذا صحيح؟ حركيها كلها ولفي. يا إلهي، لقد نجحت. سنتدرب على ذلك. سأذهب للمنافسة. حركات سحرية يا عالم. شكراً شكراً. بالكاد أستطيع رؤية أي شيء. حسناً، سأتجاهل الحضور. علي تذكر الحركات فقط. ركزي، دوري، لا تنسي الابتسام. أوه، كان ذلك رائعاً. أعجبهم أدائي حقاً. أوه، يبدون سعداء. هيا ادخلي. أعتقد أنني أضع الكثير من الأشياء في خزانتي. أرجوك هيا، كنت أغلقها. وأخيراً، ظننت هذا لن... أشعر بالنعاس.
خزانة شيرل مفتوحة؟ هذا غريب. شيرل، هل أنت بخير؟ شيرل، انهضي. لا أريد الذهاب إلى المدرسة يا أمي. يجب أن أساعدها، لكن كيف؟ قد يكون هذا الكيس مفيداً، وهذا المغناطيس قد ينجح هذا. سأضع الكيس في الخزانة وأثبته بالمغناطيس. سأفعل الشيء ذاته على الجانب الآخر، سيفي هذا بالغرض. ثم سأملأ الأكياس بأغراض شيرل، وهكذا ستصبح خزانتها مرتبة. واو، لديها الكثير من الأشياء، فرق شاسع. أعتقد أن علي الآن مساعدة شيرل. هل أنت ملاك؟ أو أنت لونا، لقد رتبت خزانتك، يمكنني رؤية الأشياء الآن. واو، مرتبة جيداً، لقد أحببتها، شكراً لك، أنت رائعة. على الرحب والسعة، هل تسمحين لي بالذهاب؟ أنت تسحقينني. لا بأس يا صديقتي، سأخذ كتبي للدرس القادم. أوبس، تظاهري بأنك لم تري شيئاً. هلو هاجي واجي، هذا السيد يونيكورن. تفاهات، ماذا هناك أيضاً؟ هاي أنت، أجل أنت، هل شعرك بمظهر محزن ومثير للشفقة بهذا الشكل؟ أوه، هذا محرج. أجل، أجل هو كذلك. هل تريدين تسريحة شعر جديدة؟ أنت بحاجة إلى أداة الشعر الصغيرة هذا، أنيقة وعصرية وجميلة. واو، إنها أشبه بالعصا السحرية، لكنها للشعر، تعمل على جميع أنواع الشعر. إن كان لديك شعر فسوف تصففه لك، جربيها بنفسك. أوه، حسناً، انظري. ماذا هناك يا أمي؟ هذا مذهل، قولي وداعا للشعر السيء. آه، هذا مذهل وسهلة الاستخدام أيضا. أين كنت طوال حياتي؟ إنها مصففك الشخصي. فهمت يا أمي، لكن هناك المزيد، أضيف المزيد من الزينة إلى شعرك. هو من فرق كبير، اطلبيها الآن. واو، أشعر كأنني عارضة أزياء. أوه، ماذا يحدث؟ تعال، لا تتحرك. توجد الكثير من الأشياء الجميلة. مدهش، انظروا إلى هذا، إنه رائع وباهظ الثمن أيضا، أود الحصول عليه. لا أعتقد أن معي ما يكفي. أعرف أنه خطأ، لكن ربما لن يلاحظ أحد. ليس بهذه السرعة، ستذهبين إلى السجن. لا يهم سيدي الشرطي، لن أخبرك بأي شيء. يبدو فظيعة، ليس لدي أي مستحضرات تجميل. ها هو طعامك. على هذه وجبتي، سأضع تقييما سيئا للغاية على مستوى الخدمة. وهذا أيضا. الآن أصبح أفضل، أنا جائعة للغاية. أهلاً، لدي فكرة أفضل، سأخذ قليلاً من المربى وأستخدمها لتلوين الوجنتي، هذا أفضل. لكن ما يزال هناك شيء ناقص. أعرف، سأستخدم الملعقة لأقي بعض الحتات من القضبان. يحتاج كل شخص إلى قليل من التألق في حياته، وسأستخدم هذا النبات بطريقة مفيدة. يجب أن لا أنسى حاجبي، أحب لون هذه الحجارة، سأصنع منها مظلل عيون رائع. والآن أشعر بأنني عدت إلى طبيعتي. جيد، لا يوجد أحد بالجوار، تصرف بشكل طبيعي ولن يشك أحد في شيء. أنا أنظف الأرضية، لا شيء غريب يحدث هنا. يا له من عمل شاق، ما هذا؟ المشكلة، هل هو مكياجي؟ أعتقد أنه ينبغي أن تلقي نظرة بنفسك. ماذا؟ لماذا أبدو مثل المهرج في المرآة؟ هذا محرج للغاية. هل هذا أفضل؟ ليس مخيفاً، لكن لدي شيء يمكنه مساعدتك. ما هو؟ انظري، اخدمي نفسك بنفسك. رائع، هل هذه مستحضرات تجميل؟ أشكرك. ما رأيك الآن؟ انظري بنفسك. مدهش، أحب هذا القميص. أعتقد أن السجن ليس سيئاً على الإطلاق. تحفظ فنية أخرى، أنا موهوبة حقاً. ماذا يحدث بالخارج؟ مرحباً، ماذا؟ أنا هنا لزيارة آني. حسناً، لم تحضر أي مستحضرات تجميل، أليس كذلك؟ أنا، كلا، أنا أشجع الجمال الطبيعي، كل ما لدي مجموعة ألوان. أنا أحب الألوان المائية. لا أعرف،
في الحقيقة تلك الرسومات مملة بعض الشيء، يمكنها الاستفادة من بعض الألوان. سأسمح بها، تفضل. لقد قلت إنني سآتي وأحضرت لك هذا. ألوان؟ لا أعرف، شكراً. أهلاً، انظري. هل ترين أي شيء يعجبك؟ رائع، أعطني إياها. أشكرك شكراً جزيلاً. حان الوقت لإضافة بعض البريق إلى هذه الزنزانة. أغمس الفرشاة في الألوان ثم أضع الألوان على جفني. مدهش، حصلت على نتيجة رائعة. رائع، يبدو جميلاً. هل يمكنني الحصول على شيء مماثل؟ لا أعرف، سيكلفك ذلك. لا بأس، خذي المال. لا تتحركي، سيبدو رائعاً. وأنا بعدها. قفنا في صف أيتها السيدات. من أولاً؟ حسناً، أنت. جميل، رائع. لنجرب شيئاً مختلفاً. وأخيراً انتهيت، ولدي ما يكفي من المال لصنع مروحة ورقية. كعكة وشمعة، ينبغي أن يجعلها هذا سعيدة. لا أصدق أنني أفعل ذلك. كعكة عيد ميلادي، سأتمنى أمنية. عيد ميلاد سعيد، بلا بلا بلا، ورق ملون. لفتة لطيفة، هذا ما أعتقد. حسناً، لقد انتهيت من دوري هنا. تلك الأمور التي أضطر لفعلها. سخيفة جداً، لا تشبه الأيام الخوالي. حسناً، لنرى ماذا لدينا هنا. يبدو لا بأس بها حتى الآن، لكن لدي شعور ما. ربما لو فتحتها. لنرى ماذا هنا. ماذا؟ دمية دب. إنه رقيق نوعا ما، وهذا يدفعني إلى الجنون. هل هذه لي؟ فتحت هديتي، أنت شرير جدا. كم هو ناعم وجميل، أخيرا لدي صديق. ما هذا؟ إنه ليس لي. رائع، لديك رموش مذهلة. انتظر، يا له من عيد ميلاد سعيد. يبدو ذلك رائعا. والآن على الناحية الأخرى، يا له من اختلاف. شرب الملل. ما هذا؟ حسنا، دعينا ننتهي هنا. هيا بنا. يوم ادخلي إلى هنا. إنها زنزانة لطيفة. مرحبا زميلتي. عسفة، لعبة الأطوار. ما هذا؟ أنت أيها الشاب، تعال إلى هنا. مرحبا، ماذا هناك؟ يمكنك أن تحصل على كل ذلك إذا سلمتني ما لديك. هذه الحلوى كثيرة للغاية. موافق، هذا قرار سليم. هيا خذها. حسنا، لحظة واحدة، ها هي. تشرفت بالعمل معك. تشرفت بالعمل معك. كما أحتاج لهذا، استعدي لتشعري بالغيرة. رائع، هذا مثالي. حان الوقت ليبدو رائعة الجمال. ربما ينبغي أن أجرب. أتمنى أن تكون كافية، لكن الأمر يستحق المحاولة. أنت هذه لك. ولم البدخ؟ سأرى ما لدي من أجلك. ها هو، تبدو صفقة عادلة. هذا كل شيء، لا يبدو ذلك عادلا. مثيرة للشفقة. حسنا، هذا أفضل من لا شيء. لا يمكنني إدخال إصبعي حتى. حسنا، خطرت لدي فكرة. سأستخدم هذا المقص. سوف ينجح ذلك. سيفي هذا بالغرض، إنه جميل. حسناً، ماذا بعد؟ سيكون هذا اللاصق مفيداً. إنه أجمل إسفنج تجميل على الإطلاق. سأضعه فوق اللاصق ثم أغمسه في مستحضر التجميل. سأحرص على أن يكون كافياً ثم أستخدمه على وجنتي. إنه جميل. أنت، انظري، رائع، تبدو فتاة جديدة.
مرحبا، هل يمكن أن نكون أصدقاء؟ حقا؟ رائع. أتمنى أن تنجح الحيلة. هيا بنا. درسوا. من الأفضل أن أبدو محترفة. مرحبا، أنا هنا للزيارة. حسنا، لكنك تعرف القواعد. مستحضرات التجميل ممنوعة. أجل، أعلم ذلك. حسنا، ما هذا؟ أخبرني. إنها مصاصات مثلجة. حقا، تبدو لذيذة. هل يمكنني أخذ واحدة؟ بالتأكيد، تفضلي. أشكرك، إنها لذيذة جدا. هل تريدين البقية؟ هل يمكنني أخذ هذه لياني؟ أجل، إنها مزعجة بعض الشيء. نجحت. مرحبا، انظري ماذا أحضرت لك. مصاصة مثلجة لذيذة. لا تأكليها، انظري بداخلها. رائع، طلاء أظافر. هذا أفضل من المصاصات المثلجة. أردت المساعدة فحسب. هذا اللون رائع، إنه يناسبني تماما. كيف سأعيش بدون مكياج، خاصة ملمع الشفاه؟ لا يمكنني الاكتفاء منها. لكن ملمعات شفاهي ليست سواسية. هل فقدت ماديسون عقلها؟ ماذا؟ لا يخرج أي شيء من ملمعي. طعمه مثل السم. أي نوع من المكياج هذا؟ إنه شراب مركز. أجل، إنه مكياج صالح للأكل. تمام، ماذا سأكل أولاً؟ الخيارات كثيرة. هذا مشوق. هل ستأكل كل هذه الحلويات لوحدها؟ يا لجمالها. واو، ماديسون. نعم، أريد واحدة فقط. عظيم، الأوريو من نصيبك. شكراً. أما أنا سأتناول هذه الحلوى. ما الأمر؟ أرجوك. حقا؟ تمام، لا بأس. أنت الأفضل يا ماديسون، لكن لم أنتهي بعد. ماديسون، ماذا الآن؟ لا، هذه النظرات البريئة تقضي علي. لا يمكنني قول لا لها. تفضلي. التوت الأزرق، إنها نكهتي المفضلة أيضاً. لم يبقى أي شيء لي. استحوذت روزي على كل مخزوني. ماذا يحدث لي؟ مهلاً. أجل، العلكة. إنه لذيذ. ماذا؟ لا يوجد شيء هنا. طيب، هربت بجلدي. يجب أن أخفي هذه العلكة. قد يساعدني كريم اليد. حان وقت تعديل الملصق. هل لديك كريم؟ انزعي الملصق منه وضعيه على الحلوى. لن تشك أبدا في أنها علكة. أشعر أن يدي جافة. سيرطب هذا الكريم بشرتي. ما الذي تفعلينه؟ ماذا؟ إنه مجرد كريم، انظري. إنه دبق قليلا، لكن لا بأس به. افعلي ما يحلو لك. يا إلهي، كيف سأزيله الآن؟ ما حل هذا السؤال؟ بطني يقرقر من الجوع. لابد أن لدي شيئا يمكنني أكله لإسكات جوعي. كلها مجرد أغلفة. من شهيتي المفتوحة دائما. أنا مضطرة للانتظار. أو يمكنني لجوء لمخبأ سري. لقد أنقذت حياتي. أهلا بالشطيرة. هل أكلتها أيضا؟ وضعي مزري. لن تسكت جوعي. أشعر بجوع شديد. لحظة، ألا يزال طعمها رائعا؟ ربما.
ما الذي تفعله روزي؟ ما الذي يفكر به؟ أفقدني الجوع صوابي. لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة. تعال إلي، لا تقتلني أرجوك. حانت اللحظة. روزي؟ روزي؟ لا! هذا الجوع لا يستدعي تناول علكة مستعملة. ماذا فعلت؟ أحتاج لهذه العلكة. لماذا فعلت ذلك؟ لماذا لم تسأليني؟ سيسكت مرطب شفاه هذا جوعك. قد يبدو كمرطب شفاه عادي، لكن طعمه لذيذ. العلكة المستعملة خير أكثر أماناً. ثقي بي، اتفقنا؟ رائحته رائعة. سأتناول لقمة صغيرة. طعمه لذيذ. أي نوع من المكياج هذا؟ ستحتاجين لقطعة جبنة وعلبة مرطب شفاه فارغة. اغرسيها في الجبنة، وعندما تخرج ستكون معباة بالجبنة. لا تنسي إعادة الغطاء. هذه فكرة عبقرية، طعمها شهي. من الرائع أني أحضرت أخرى. يا لك من صديقة رائعة يا ماديسون. بقيت بضع دقائق من الفسحة، مما يعني أنه يمكنني الأكل. رائعة! أحضرت حلوياتي أيضاً. أنا متحمسة لأكلها. أوه، انتهت الفسحة. مرحباً. ضعوا الأكل في حقائبكم. عظيم. لا خيار أمامنا. هل حللتم الواجب؟ تبدو مشغولة. سأتناول لقمة صغيرة فقط. المعذرة، الأكل ممنوع في الحصة. كنت أتأملها فحسب. أين كنت؟ كيف تفعل روزي ذلك؟ إنها عبقرية. حيلة الكوم الكلاسيكية، كان طعمها رائعا. لا يمكنني فعل ذلك بالكاب كيك. أين يمكنني إخفاؤه؟ هل يمكنني استخدام فرشاة الشعر؟ سأحاول. ماذا؟ سأريك سرا. هل تفكرين بما أفكر به؟ إنها فكرة رائعة. أزيل الشعيرات من الفرشة، ثم ضع الكب كيك مكانها. أتذكرين هذه الحلوى؟ انكسرت الأعواد ووضعتها في الكيك، فستبدو مثل شعيرات فرشة. لن تشك بأي شيء. يسيل اللعاب من فمي. ماذا؟ ماديسون! أماسط شعري فحسب، أترين؟ أوه، أحتاج لنظارة جديدة. أنا متأكدة من أني رأيت كب كيك. بالعافية. لا حاجة لانتظار الفسحة عندما أستطيع الأكل في الصف. أحسنت يا فتاة. ها؟ ما كل هذه الضجة؟ أبعد يديك عني أيها الشرطي. سلميني طلاء شفاء، تعرفين القواعد. سأصلح مكياجي للمرة الأخيرة. طافح الكي، ستدخلين الزنزانة. كلا. أو ما، ماذا حدث للتو؟ ممنوع استخدام المكياج. واو، إنهم قساة. تعجبني درجة هذا اللون. كلا، المكياج ممنوع. انكشف أمري، هذا مهين جدا. يمكنني السير كما تعلم. واو، إنهم لا يحبون المكياج حقاً. لحسن الحظ لدي خطة. هذا ثقيل. كاسي ماسي، دعوني أجرب ذلك مجدداً. مرحباً أيها الفتى. أنت لطيف لكنني لا أحتاج إليك.
هذه المرة أعرف أنني... مهلاً، هناك شيء غير صحيح. إنه مانيكان، ربما يمكنني استخدامه. هذه تذكرة خروجي من هنا، يمكنك الجلوس هنا. تصرف على راحتك. يبدو ملائماً لمقاسي تقريباً. يستحق الأمر التجربة. مكياجي، إنه يوم حظي. أجعل هذا الزي يبدو جميلاً، وسأخذ كل المكياج معي. حان وقت الذهاب. أقصد، كيف الحال؟ مرحباً، لابد أنها جديدة هنا. فيو، كان ذلك وشيكاً. ما ألذ طعم الحرية. يمكنني تسريب المكياج إلى أي مكان، تحت ملابس طاهن، بصفتي عاملة إطفاء حرائق. يعجبني هذا. أو حتى إلى الفضاء، ربما يوجد مخلوق فضاء لطيف هنا. مهلاً، أين أنا؟ من الأفضل أن أباشر العمل. أنا أذكى كثيراً من هؤلاء الشرطيين. ماذا كنت تقولين؟ لا أحد في الجوار، إنها فرصتي الآن. حان الوقت للمس مكياج سريعة. هذا كل ما أحتاج إليه. والآن أين مرآتي؟ أنا متأكدة من أنها كانت هنا. مرحباً، أيمكنك مساعدتي؟ ستزدين لي معروفاً عظيماً. بالتأكيد. ماذا يحدث هنا؟ مرحباً، إننا نتحدث عن سطول التنظيف. إنه سطل جميل. علينا أن نسرع. شكراً جزيلاً لك. لا تتحركي. هناك شيء أخير يا لابسي. لا تتأخري على الصف. فيو، كان ذلك وشيكاً. يحيلي هذا بفكرة. حقاً؟ هذا مثالي. أعرف كيف سأسرب مكياجي إلى داخل الفصل. أيمكنك إبعاد فرشاتك؟ حسناً، أحتاج إلى تفريغ مكياجي في الدلو فحسب. لن يفتش أحد هنا، سيفي هذا بالغرض. لكنني أحتاج إلى شيء لأتمكن من وضعه. سأخذ الفرشاة أيضاً. لكنني أحتاج إلى هذه نوعاً ما لإتمام مهمتي. سأفك الفرشاة من المقبض، ثم سأخذ فرشة مكياجي وأثبتها على المقبض. هذا مذهل. أعترف، لقد انبهرتم. لنجرب ذلك. سأغمس الفرشة في المكياج. مهلاً، لقد نجح الأمر. دعينا نفعل ذلك. إنها تدغدغ. وها قد انتهينا. يراودني شعور رائع. ما كنت لأبالغ هكذا. دعيني أجرب شيئاً ما. حسناً، هذا أفضل بكثير من تنظيف الحمامات. هذا أفضل. هل أنت متأكدة؟ أشعر كأنني فنانة وأرسم تحفة فنية. ماذا حدث للتو؟ أين لكسي؟ ستتأخر على الصف. مرحبا مجددا لكسي. ليست لدي أدنى فكرة. قد يكون هذا ممتعا. مرحبا يا أستاذي. أيمكنني الدخول؟ ليس لديك مكياج، أليس كذلك؟ كلا، ما كنت لأحلم بذلك. ماذا في الحقيبة؟ فرشة أسناني. أشك في ذلك، دعيني أرى. إنه مكياج. يا للهول، اقرأ اللافتات، المكياج ممنوع، اخرجي من هنا. يا للعار، من الأفضل أن أذهب إلى الصف. أوبس، كلا، انتبهي. أنا آسفة جدا. مهلا، أعرف ما علي فعله. أنا عبقرية. سأبدأ بقطع تفاحتي إلى نصفين. سأنحي هذا الجزء جانباً الآن. سأضع مكياجي على تفاحة. يجب وضعه في المنتصف. ثم سأستخدم عود الأسنان هذا في تحديد الزوايا الأربعة. والآن علي تفريغ المربع. هكذا بالضبط. ثم يمكنني وضع علبة المكياج في الداخل. سأغرس عود الأسنان في التفاحة. وسأضع عود أسنان آخر في الزاوية المقابلة، وأستخدمهما لتثبيت نصفي التفاحة معاً. لن يكتشفها أحد مطلقاً. آمل أن ينجح هذا. حسناً، ها أنا ذا. تمنوا لي الحظ. مرحباً، هذا أنا مجدداً. مرحباً، تعرفين ما عليك فعله. ما من مكياج هنا، كما ترى. ممتاز، ادخل الفصل. واو، نجح ذلك بصورة رائعة. يا له من إحساس مريح. كم هذا لطيف منكم، أحبكم جميعاً. لكن ما كنت سأنجح لولا هذه التفاحة. إنها تستحق بعض الثناء. الآن يمكنني وضع مكياجي. يراودني شعور مذهل. مهلاً، ما هذه الضوضاء؟
يا لاكسي، أنا هنا. أين أنا؟ أين التفاحة؟ أحتاج إليها. أو أيمكنني الحصول على هذه؟ بالتأكيد يا صديقتي المقربة. لا يمكنني استخدام هذه. لا بأس، لدي واحدة أخرى. هيزل، كلا توقفي. ما الجدوى؟ أشعر بملل شديد. كما ترون يا طلاب، هذا مهم جدا. أجل بالتأكيد كما تقولين. ها؟ ماذا؟ طلاء شفاهي. تبدين كمهرج. انتظري، عليك مساعدتي. ما؟ لا يهم. هذا جميل. هذا ليس عدلا. لا بأس، لدي المزيد. ليكسي، ماذا عن هذه؟ توقفي، لصة. المكياج ممنوع في الفصل، سأحتفظ بهذا. وقت اختباركم. هذا الصف هو الأسوأ. إنه كذلك حقا. ممنوع الكلام والغش والمكياج. ما جدوى المحاولة؟ سوف أرسب، سأخمن فحسب. لا أعرف لما يجلبونها إلى الفصل من الأساس. عليهم أن يجربوا الإطلالة الطبيعية مثلي، إلا أن هذا يبدو مثيرا للاهتمام. ربما سأجربه، ليس لأنني أحتاجه، فأنا أبدو شابة بالفعل. لقد انتهيت. فيو، أنت ماذا تفعلين؟ أشعر أن بشرتي أصبحت أفضل بالفعل. هيزل، انظري ماذا حدث. لقد تقلص حجمي. مهلا يا إلهي، إنه فعال حقا. كم استخدمت منه؟ يا للهول، أين ذهبت؟ هذا ليس جيدا. هيزل، أنت ترين هذا، أليس كذلك؟ هل أنت بخير؟ أنتما في ورطة كبيرة، ستذهبان كلاكما إلى غرفة العقاب. أوه، ليس بهذه السرعة. سلميني مكياجك. ليس لدي أي منه. بلى لديك. هيا، أتودين لعب هذه اللعبة؟ ها؟ لا بأس بذلك. ستكشف هذه الأداة الصغيرة أي مكياج. لا شيء حتى الآن. أعتقد أنك كنت تقولين الحقيقة. هذا ليس جيدا. لن أتمكن أبدا من إدخال هذا إلى الفصل. يا للهول، خبئيه. إنني أحاول. لن أخذ. ادخلي، التالي. مرحبا. أين المكياج؟ انظر إلى ما لدي. ماذا؟ ما هذا؟ ستكتشف بنفسك. حشرة، أكره الحشرات. انظر إليها وهي تنطلق. لا تخف. يا أمي، يا للهول. ها، أعواد قطنية. اجعله يتوقف. عرفت ذلك، سأخذ ذلك. لقد نسيت بشأن ذلك. تفضل بالدخول، وإلا أطلقت عليك الحشرة. دعيني أرى ذلك. أجل، هذه هي البقعة. هذا شمع كثير. هذا مقزز جدا يا هيزل، لكنه يوحي لي بفكرة. أحتاج إلى علبة ظلال العيون وعود قطن. سأمرر عود القطن على المكياج. يجب أن أحرص على تغليفه بظل العيون، وسأفعل الأمر نفسه مع درجات الألوان الأخرى. علي فعل هذا بأعواد قطن كثيرة. لا يمكنك الاكتفاء من ظلال العيون مطلقا. حسنا، ينبغي أن يكون ذلك كافيا. لا أحتاج إلى ظلال العيون الآن. سأعيد وضع الأعواد في العلبة، سيبقيها هذا آمنة. وأصبح لدي مخزون مكياج سري. أكره وجود المكياج في صفي. واو، هل لديكما أي مكياج؟ ما هذا؟ هذا مثير للاهتمام. لقد اكتشف أمرنا، اهربي. يمكنكما دخول الفصل. شكرا لك. علي توخي الحذر، من السهل تسريب المكياج. فيو، كان ذلك وشيكا، لكننا أدخلناه للفصل. من الأفضل أن أسرع. أشعر بأن ذلك أفضل. علينا قضاء الوقت معا لاحقا. المكياج ممنوع في الفصل، سأراقبكم مثل الصقر. هل لديك مكياج؟ كلا، بصدق. تبدو متعرقا قليلا، افرغ حقيبتك. حسنا، كما تأمرين. هيا اسرع. كما ترين، ليس لدي اي مكياج. تلك اغراض بالية كثيرة. هل هذا مقبول؟ انت تخيفيني حقا. علي ان انظر عن كثب. أين عدستي المكبرة؟ والآن سنرى ما تخفي. هذا مثير للاهتمام. لكن هذا لا بأس به، أليس كذلك؟ علي وضع ظلاء شفاهي بسرعة. أين هو؟ وجدته. مهلا، لا يمكنني أن أدعها تعثر على هذا. علي أن أخبئه.
توقفي رجاء. ماذا سأفعل؟ علي أن أعثر على مكاني لأخبئه. ليو، لديك مكياج، عليك مساعدتي. شعرُكِ. ها؟ ما خطبه؟ أوه، يمكنني إخفاءه في شعري. بسرعة، سأخفيه بين خصلتي شعرك. ها هو ذا، لن يعثر عليه أحد الآن. هل انتهيتي؟ كان ذلك ممتعاً. تصرفي بطبيعتك في حسب. ماذا عنك يا لكسي؟ ماذا تفعلين؟ أحتاج إلى أداة عالية التقنية. حسناً حسناً حسناً، هل هناك خطب ما؟ ستذهبين إلى غرفة العقاب. هذه المدرسة الجديدة رائعة. هل هذه سدادات قطنية؟ ما المضحك هنا؟ أوه يا إلهي، يا لها من بداية مزعجة. إلا إذا سيطرت على الموقف. هل تعلمون أن السدادات القطنية يمكن أن تكون مفيدة للحصول على شعر مموج؟ إنها بحجم مثالي، ثم أربطها وأنتظر. أترون؟ شعر جميل. واو، هذا مذهل. لحسن الحظ لدي الكثير منها. لنجربها. خذ هذه لأنفك الذي يسيل. لا شيء أفضل من الملابس الجديدة. تشعرني بأنني شخص جديد، لكن هذه الجوارب صعبة الارتداء. أترون ما أعني؟ وماذا الآن؟ لحسن الحظ لدي جوارب أخرى، سأجرب مجددا. سهل سهل. لا، هل حظي سيء أم ماذا؟ ماذا عن هذا الجورب؟ دينغ دينغ دينغ، لدينا فائز. ما مشكلة هذه الأظافر؟ أنا أستسلم. ماذا عن هذه الجوارب القديمة؟ مستحيل. تأليفة، هذه الثقوب كبيرة. يا ويلي. حسناً، سأتخبى وأدخل. ماذا يوجد هنا أيضاً؟ أزهار طازجة؟ إنها مثالية لتقديمها إلى حبيبتي. انظروا إلى وجهها الجميل. إنها لي. يبدو أن سكان المنزل أثرياء. لست هنا بمفردي. ما كل هذه الأشياء الممزقة؟ تتمزق كل جواربي عند محاولة ارتدائها بسبب أظافري الغبية. ماذا؟ لدي جورب بحال جيدة. أترين؟ خذيه. لكن أصابعي. خذي قفازاتي إذن. أمسكي قفازات. شكرا لك. هاي، لم تتمزق الجوارب ويمكنني ارتداؤها بسهولة، حتى أنه يمكنني سحبها. أترى؟ شكرا لك. ألا تبدو ساقاي جميلتين؟ هذا اللص بارع في استخدام أغراضه. أتعلمين شيئا؟ إنها جميلة مثلك تماما. شكرا لك. مهلا اللحظة. حان وقت الذهاب. عد إلى هنا. هاي جينا، انظري إلى ملابسي، جميلة أليس كذلك؟ أجل، جميلة للغاية. على أي حال، لقد تحسنت شهيتي. هل لديك أي موضوع للحديث؟ يا إلهي، انظري إلى هذه الحقيبة وهذه أيضا. لا، ليس على تبذورتي. لقد أصبحت مخطاطا للشاي. يا لك من فتاة خرقاء. عذرا، دعيني أساعدك. أنا
أنا خرقاء اليوم. هنا. ماذا؟ شكرا على ما أعتقد. مهلا. وجدتها. ماذا؟ أعطيني تنورتك. حسنا كما تريدين. انظري إلى سحري الآن. سأضعها في الوعاء مع عدة أكياس من الشاي، ثم أسكب فوقها الماء الساخن. أترين اللون الذي يخرج من الأكياس؟ احرصي على أن تكون الأكياس مغمورة بالكامل، واتركيها جانبا ليوم كامل، وهكذا تحصلين على تنورة جديدة. ما رأيك؟ خذي، إنها أجمل من ذي قبل. واه، من هذه الجميلة؟ سأذهب إليها. واو. أو لا. تعبير عن حبي لك يا عزيزتي. ليت كان لدي حبيب، كنت سأحصل أيضا على الهدايا. قصيدة أخرى. أجل، لطيف، لا يهم. هاي، لا تنظري هنا. كان سيسعد كثيرا لو كنت حبيبته. لطيف. أنا غير مرئية على ما يبدو. واو. أنا محترفة في وضع المكياج. مذهل. يعجبك أحمر شفاهي هذا، ها؟ يمكنني فعل هذا أيضا. سأستخدم أولا شفرة لقص الجزء العلوي من أحمر شفاه، ثم أدفعه إلى الخارج، وأقص الجزء الجانبي منه بهذا الشكل، وأفعل شيء ذاته على هذا الجانب، وأخيرا سأقص شكل مثلث هنا ثم أزيله. سأجعل الأطراف ناعمة مسطحة باستخدام الشفرة، والآن أصبح لدي أحمر شفاه بشكل قلب. من يريد القليل من حبي؟ أعرف لمن سأمنحه. حسنا. أوبس. لا، أنا خرقاء. مهلا، دعيني أساعدك. ماذا؟ أحبك. أعني شكرا لك. خذي، لقد عدت. ماذا؟ قلب؟ مستحيل، ابتعد من هنا. هل تأتي معي إلى درس الكيمياء؟ وداعا. تبا. لكن مهلا، سأتي معك إلى الفصل، فأنت تملك قلبي في النهاية، ولدي قلبك الآن. ياي. واحد، اثنان، ثلاثة. واو، الكثير من الشعر. اقتلعتها من الجذور. يستحق الأمر عندما أذهب إلى الحفل بمظهر جميل، وسيكون جيك هناك، فهو يضع تقويم أسنان جميل. في الواقع لدي فكرة ذكية، وحتما سيسعد جيك بها. أجل، لكنها تحتاج إلى القليل من التركيب. سأضيف مجموعة من الأجزاء الخلفية للأقراط لصنع تقويم للأسنان، ثم سألفه حول أسناني. مرحبا يا تقويم الأسنان، حتما سينال إعجابه. هل أتى جيك يا ترى؟ مرحبا، كيف حالك؟ تبدو جميلا. أنت من تبدين جميلة. هذه الموسيقى رائعة، لنحتفل طوال الليل. ارفعوا أيديكم. يا لها من كرة ديسكو صلبة. تعالي يا جينا. مخيف. انتهى الحفل إذن. لا بأس، سيبقي ضوءنا الحفل مستمرا. رائع، استمروا في الرقص يا أصحاب الحفلة. رائع. الأضواء، ابتسم طوال الوقت. حسنا، هكذا، هذا أفضل بكثير. لا شيء أجمل من رائحة الأزهار. لقد عدت. جينا، مرحبا، كيف الحال؟ على ماذا جلست؟ إسفنجة المكياج المفضلة لدى ستيسي ليست مشكلتي،
لماذا هي هادئة هكذا؟ هاي، هل أنت بخير؟ لماذا؟ أنا بخير. يجب أن أذهب. إلى أين تذهبين؟ لا يهم، حان الوقت لوضع المكياج. أين إسفنجة وضع المكياج؟ غريب، لابد أنها في مكان ما هنا. أوه، ها هي، حمدا لله. لماذا قسمت إلى نصفين؟ جيدة. ها؟ لابد أنني أحلم، سأعود إلى حلمي. لا أصدق ما فعلت. هل تركت أغراضها؟ يبدو أنني عرفت ما علي فعله. هل تعلمون أن بإمكانكم استخدام معجون الأسنان لجعل إسفنجة المكياج قطعة واحدة كاملة؟ سأضعها في كيس بلاستيكي وأضيف إليها القليل من الماء، ثم أبلغها وشاهد السحر. أوه، أشعر بأنها قد نجحت. تدا، إنها قطعة واحدة. هذا كل شيء. هل تنجح هذه الحيلة أم لا؟ جربوها وأخبرونا بالنتيجة في التعليقات أثناه. آه، لقد وصلت إلى الفصل في الوقت المناسب. ظننت أنني سأتأخر. توقفي، ليس بهذه السرعة. أنت لا تحملين معك أي مستحضرات تجميل، أليس كذلك؟ لا أحمل أي من هذه الأشياء، لا أدري عما تتحدث. لا يوجد معك؟ ماذا يوجد في حقيبتك؟ أو لا شيء، بعض الأشياء التافهة. مهلا، ما هذا؟ لقد خيبت ظني يا لازي، أعطيني هذا. لا أريد. حسنا، خذها. والبقية أيضا. لست سعيدة بهذا. هذا كل شيء، ليس لدي المزيد، لقد أخذتها كلها. هل سقط شيء؟ لا، لا يوجد شيء هنا. أو أسلوبك فظيع. لا أصدق أنه أخذ مستحضرات التجميل خاصتي، لكنه لم يأخذها كلها. كان علي أن ينظر جيدا. يخفي حذائي سرا صغيرا. هذه حجرة مخفية لوضع مستحضرات التجميل. لقد وضعت هنا أحمر الشفاء. يعجبني هذا المنتج كثيرا. سأضعه باستخدام هذه الفرشاة. سأمرر الفرشاة على شفتي وسأحصل على مظهر رائع. هذا ما أحتاج إليه بالضبط. لدينا اختبار اليوم أيها الطلاب، أمل أنكم درستم جيدا. أو لا، أنا متوترة جدا، أمل أن لا يكون صعبا جدا. ينهي هذا الأمر، أعرف إجابة هذا السؤال. هذا ليس سيئا، يمكنني رؤية لازي. انظروا إليها، إنها فتاة مثالية، أنا معجب بها. أوه، هذا أشبه بإعلان شامبو، هذا ما كنت أحلم به. واو، إنها ذكية وجميلة، لقد احتلت قلبي. يا إلهي، أشعر بتوتر شديد، ليس لدي أي فكرة عما أفعل. فكري، الأمر ليس بتلك الصعوبة. أوه، هل أصبح المكان حاراً؟ يجب أن أهدأ. لا بأس، إنه مجرد اختبار، أعرف ما سيمنحني الشعور بالاسترخاء. إنها قطعة الحلوى هذا، آمل أن ينجح هذا. هذا بلا فائدة، فأنا أتناول الطعام عند الشعور بالتوتر. ربما سيجعل هذا اختباري أسهل بكثير. ماذا تفعلين يا لازي؟ الطعام ممنوع في هذا الفصل، أنت تعرفين هذا جيدا. أوه، حسنا، خذ. إنه كيس كبير من المارشميلو. لا تتناول. هذا رائع، والآن أشعر بالتوتر مجددا. ليت بإمكاني فعل شيء لمساعدتها، لكن ماذا سأفعل؟ أوه، لقد وجدتها، لدي لوح شوكولاتة. هل سمعت أحدهم يقول شوكولاتة؟ لا، لا توجد شوكولاتة هنا. أنا أراقبك يا ليو. كان ذلك وشيكا، كيف سأوصل هذا إلى لازي؟ إنها بحاجة إليه بالفعل. مهلا، أعتقد أنني وجدت الحل، أعرف كيف سأساعدها. سأستخدم مجفف الشعر لإذابة الشوكولاتة، لن يستغرق هذا وقتا طويلا. ثم سأقص الزاوية. والآن أنا بحاجة إلى شفاطة، يمكنني سكب الشوكولاتة المذابة في الشفاطة. سأفعل ذلك حتى تمتلئ بالكامل، ثم سأنتظر حتى تصبح صلبة. يمكنني الآن إزالة الشفاطة، لم ننتهي بعد. سأستخدم مبراتان لجعل هذا العود مدببا، وهكذا سنحصل على قلم شهي. لقد انتهيت، يبدو شهيا، سأصنع المزيد منه. حسنا، هيا بنا. هاي لازي، ماذا هناك يا لايو؟ ما هذا؟ واو، أقلام من الشوكولاتة؟ ماذا يحدث؟ ما هذا الذي بحوزتك؟
أقلام، من الضروري الاستعداد للاختبار. أحسنت يا لازي. إنها فكرة رائعة. إنها شهية. مهلاً، لقد عرفت الإجابات. لم أكن بحاجة إلى الدراسة، كنت فقط بحاجة إلى القليل من الشوكولاتة. أنا أعمل دائماً بشكل أفضل عندما أحصل على الطعام. لقد انتهيت. لقد انتهى وقت الاختبار. أشعر أنني سأحصل على نتيجة جيدة. أنت تستحقين هذا يا لازي. مهلاً، الاختبار. أعتقد أنني سأرسب. أشعر بملل شديد. ليت هذا الدرس ينتهي بسرعة. مهلاً، عذراً على التأخير. كان علي فعل أشياء أكثر أهمية. كان نظري إلى نفسي بإعجاب في المرآة. بمناسبة الحديث عن هذا، لم أنظر إلى نفسي منذ بضع دقائق. واو، إنه وسيم جداً. سأتحدث إليه. ليو، مرحباً. ماذا؟ هل نادني أحد؟ لابد أنني أتخيل. إذن ماذا سنتعلم اليوم؟ هي، أنا هنا. حسناً، هكذا. إذن سأستعين بمستحضرات التجميل. ستحل هذه العلبة مشكلتي. ستمكنني من لفت انتباه ليو. إنها تضم كل الألوان المفضلة لدي. سأضع القليل منها. هي، لقد كنت أستخدمها. لا يهم، مستحضرات التجميل ممنوعة. لكني بحاجة إليها. توقف، يصبح الأمر مزعجاً. توقفي يا لازي. حسناً، سنرى ذلك. حتماً توجد في حقيبتي بعض مستحضرات التجميل. ها، لقد نسيت أمر هذا الكأس. بعض المسليات ولوازم درس الفن. ماذا لدي أيضاً؟ بعض فرش التلوين. ربما يمكنني استخدام هذا. لازي، ماذا قلت للتو؟ هذا مجرد اطلاء. أترى؟ أريد أن أصبح فنانة. ليتدفق الإبداع. يجب أن أنتهي من تقييم هذا الاختبار. أعتقد أنني تمكنت من خداعه. يجب أن أسرع. سأغمس الفرشاتين في الطلاء. تعجبني هذه الألوان. ثم سأمررهما فوق جفني. يشبه هذا ظلال العيون. يا لها من ألوان زاهية، وتبدو رائعة أيضاً. مكياجك جميل جداً. هل يمكنك وضعه على عيني أيضاً؟ حسناً، لا بأس. ابقي هادئة. سنستخدم لونين مختلفين. يجب ألا نبدو بمظهر مماثل. لا تتحركي. لدي دغدغ. لقد انتهينا. سألقي نظرة. واو، هذا رائع. أنت مذهلة يا لازي. لا عليك. حسناً، حان الوقت للفت انتباه ليو. أنت مضحك جداً. لا أصدق أنها فعلت ذلك. لن أعطيها أي من هذه الحلوى. أترين هذا؟ ممنوع منعاً باتاً. وظلال العيون، سأدوس عليها وأسحقها تحت حذائي. المكياج ممنوع. لقد جاء شخص ما. يبدو أنها شخصية مهمة. هل هي بإمضائك أرجوك؟ يبدو المكان آمناً. لم أرصد أي تهديدات. لا أصدق، إنها رائعة جداً. هذا مذهل. ماذا يحدث؟ رصدت الخطر. مهلاً مهلاً، انتظر. هسأت الفهم. تم القضاء على مصدر التهديد. أخيراً. لا أصدق أني سأدوس على هذا الشخص. أين ذهبت؟ أريد الحصول على إمضائها. شكراً على مجيئكم. أنتم أفضل معجبين. سألقي قبلة لكل واحد منكم. ماذا؟ لا، أحمر الشفاه. أكره الشفاه البائتة. لحسن الحظ، لدي بديل سري. سأنزع رأس هذا الميكروفون فقط. ها هو أحمر الشفاه السري. سأضع قدر ما أشاء. ممتاز، هذا يكفي. فالآن سأعود إلى المسرح. هذه أغنيتي المفضلة بلا شك. ماذا حدث للأضواء؟ هل أنا في خطر؟ مهلاً، ماذا كان ذلك؟ من هناك؟ مرحباً، هل أنت مستعدة للاحتفال؟ ياي! لا أصدق، أهوى موسيقى الجيتار. هذا مذهل، أحب عملي كثيراً. أحتفل مع فنانتي المفضلة. أجل، حان الوقت لأشق طريقي إلى الداخل. الآن، أين ذهبت؟
أوه يا إلهي، لقد نجحت، كان ذلك في غاية السهولة. والآن سأخرج مكياجي، حان الوقت لوضع ملمع الشفاء. والآن إنه وقت الاحتفال. أوه، هذه الوظيفة مملة أحياناً. أوه، ها قد جاء أحدهم. أنت، هل تعرفين القواعد؟ لا يسمح بالمكياج. ماذا؟ أنا؟ أوه، ليس معي أي مكياج طبعاً. حسناً، لن أصدقك بهذه البساطة. حقيبتي؟ أوه، حسناً، فتشيها. لنرى ما يوجد هنا. مهلاً لحظة، من تعتقدين نفسك؟ أعطيني جميع محتوياتها فوراً. أوه، بالطبع، أتقصدين هذا؟ إنه دفتر يومياتي، وها هو هاتفي، وهذا الصندوق. هذا؟ إنها علبة بودرة تحاولين تهريبها. حسناً، أنا آسفة، سأتخلص منها. تباً، لا أصدق أنها كشفتني. مهلاً لحظة، دفتر اليوميات، هذا هو الحل. تنزع قسماً كاملاً من الصفحات. عظيم، هكذا بالضبط، مستطيل كامل. والآن سأتخلص من كل هذا الورق. سأحتاج إلى بعض القماش الجميل. هذا القماش اللامع رائع جداً. والآن يمكنني وضع المكياج في دفتر اليوميات. انتهيت، ما علي سوى إغلاقه هكذا. والآن بعد أن دخلت بسهولة سأخرج مكياجي السري. لمسة سريعة وسأعود إلى الرقص بحماس. ماذا يحدث في أول الطابور؟ أوه لا، تحمل تلك اللافتة. منع المكياج مجدداً. لكني أحمل بعض مكياج الجليتر كالمعتاد. يجب أن أفعل شيئاً حيال ذلك. أهلاً، سأخفيه في فستاني ببساطة. أو صحيح، إنه فستان. من الواضح أن ذلك لن ينفع. أحتاج لحل آخر. مرحباً، لدي تذكرة. أرى ذلك، لكن هل تخفين المكياج أيضاً؟ سألقي نظرة خاطفة. حسناً، لا أرى أي شيء. يمكنك المرور الآن، لا بأس. الموسيقى في هذا النادي حماسية فعلاً. هل يراني أحد؟ كلا، سأضع بعض المكياج. سأنزع حذائي فقط، ثم سأزيل غطاء الكعب العالي. تدا! والآن حان وقت الجليتر، القليل منه على الخدود. عظيم، أعجبتني هذه الإطلالة. الجليتر الذهبي هو الأفضل. جليتر للجميع. لماذا استغرقت الكثير من الوقت؟ مرحباً، آسفة على التأخير. لماذا ترتدين هذه الملابس؟ ولماذا وجهك هكذا؟ سأغطيه بالقبعة فحسب. هيا، لن ينجح ذلك. لندخل ونقضي وقتاً ممتعاً. مرحباً، ها هي التذاكر. شكراً. حسناً، يمكنكما الدخول. مرحباً، هذا النادي رائع، صحيح؟ ماذا تبدين كئيبة؟ لدي حل، انظري ماذا فعلت قبل الدخول إلى هنا. وضعت هذا المكياج في وعاء صغير، ومن ثم أخذت مظهر اليدين ورششته بالداخل، ثم مزجت جميع المكونات عندما انتهيت، حتى حصلت على عجينة متجانسة. هكذا صار جاهزاً. والآن سأحضر فرشاة المكياج وأطلي أظافري بهذا الخليط تماماً كطلاء الأظافر. هكذا بالضبط. حسناً، هل أنت مستعدة؟ سأفرك ظفري على جفونك. واو، يناسبك هذا اللون كثيراً. لنرقص الآن. سأحشر بقية المكياج تحت بلوزتي. مرحباً، أنا مستعدة للدخول. إليك التذكرة. قفي هناك، ارفعي يديك لو سمحتي. حسناً. ما كل هذا المكياج؟ كنت أعرف، لدينا قانون يمنع المكياج. حسناً، لا بأس، أتفهم ذلك، سأعود بعد قليل. يجب أن أتوقف عن الترويح بهذه اللافتة. حسناً، سأضع مكياجي على ذراعي هكذا، والآن سألف الضمادات بهذا الشكل، حتى أني سأضمد كامل جسمي. تعتقد أنها ستنجح في منعي من إدخال مكياجي؟ ستنطلي عليها الخدعة بالتأكيد. حسناً، أعتقد أني أبدو رائعة جداً. مرحبا.
مرحبا، هذه تذكرتي. شكرا، يمكنك الدخول. أجل، لقد نجحت. مهلا، ما هذا؟ انتبهي يا فتاة. حسنا، هل يراقبني أحد الآن؟ كلا، حان الوقت إذن لوضع المكياج. حسنا، سأستمتع بليلتي. هل الطابور طويل؟ أو لا، لم يتبقى وقت لإنهاء المكياج. حسنا، التالي. لا بأس، يمكنك المرور. التالي. أو لا، طبعا أو لا، أحتاج إلى هذا لألقنك درسا. أوبس، ليس هذا، عذرا. أقصد هذا. أوه، دبدوب جميل وظريف. ماذا؟ سحقا، لا أقصد هذا الدب، هذا ما أردته. المكياج ممنوع. لكني لم أنتهي بعد من عيني الأخرى. ماذا سأفعل يا إلهي؟ لحظة، سأعود بعد قليل. مرحبا. حسنا، أنا مستعدة للدخول. أنا صاحبة القرار، دعيني ألقي نظرة فاحصة. يا إلهي، إنها تدقق النظر كثيرا. حسنا، كل شيء مقبول، يمكنك الدخول الآن. أجل، دخلت أخيرا، انطلت عليها الخدعة. حسنا، حان الوقت لنزع الأقراض، والآن سأنهي مكياج عيني الثانية. أوه، هكذا أفضل بكثير. والآن سأستمتع بليلتي. حسنا، حان وقت المكياج. واو، هذا اللون رائع، إنه مثالي تماما. حسنا، إنه جاهز، هيا بنا. أجل، نجحت الحيلة، لم أتوقع ذلك. نبدو جميلتين، كفك. أوه، كنت أنسى، يجب أن أضع أغراضي في الصندوق. أوه، أوف، لم يصفر الجهاز. لدي فكرة أفضل، سأخفي مكياجي. ممتاز، لن يكشفه الجهاز أبداً. يا ويلي، إنه يصفر. مرحباً يا آنسة، ما المشكلة هنا؟ أنا بريئة، صدقني. لا أصدق ذلك. لا أريد أن أواجه هذا الموقف. ربما توجد طريقة للتحايل على الجهاز. سأضع هذا الملصق الفوم على حافظة هاتفي. جيد، سأنزع غلاف الملصق الآن. حان وقت لصق مكياجي. حسناً، سأضع هاتفي في الصندوق. رائع، لم يصفر الجهاز. ما هذا الشيء على الهاتف؟ أترين؟ إنه يسهل حمل الهاتف. حسناً، إذن تفضلي. هذه القصة مضحكة. ستبدأ الحصة، سأتصل بك لاحقاً. يا للهول، شاشة هاتفي متسخة وفسد مكياجي أيضاً. هذا غير مقبول، يجب أن أعدله. يا، هذا مقزز، لا أحد يراني، يجب أن أواصل. حسناً، أين هي؟ إنها في مكان ما هنا. ها هي، أحتاج هذه الورقة. إخفاء مكياجي في هذه النبتة فكرة ذكية، وتنفيذ هذه الفكرة في غاية السهولة. أحضرت عصيصاً وأضفت فوم زرع، ثم أضفت طبقة علوية وغطيتها بغلاف بلاستيكي. حان وقت بودرة كريم الأساس، أضفتها على الغلاف البلاستيكي وحرصت على تغطيته بالكامل. هذا جيد، حان وقت ورقة النبتة ومسدس الغراء. أضفت القليل من الغراء على ظهر الورقة، ثم ألصقت إسفنجة المكياج. عظيم، حان وقت غرس النبتة الصناعية، سأضعها في الفتحة وانتهيت.
يمكنني استخدام مكياج الطوارئ الآن، مجرد لمسة خفيفة لإصلاح ما أفسده الهاتف. أوه، المعلمة قادمة. لحظة، ما الذي يحدث هناك؟ أوه، أنا أتفحص النبتة. أنت طالبة نجيبة، تم تجنب كارثة المكياج. هل المعلمة تنظر؟ إنها تكتب على السبورة. سأستغل الفرصة بحذر، يجب ألا أجذب انتباهها. مهلاً، هل تظن نفسها ذكية؟ حان وقت وضع حد لهذه المهزلة. مرحباً، أجل هذه أنا، أنت تخالفين القواعد. حسناً، خذي أحمر الشفاه. لا أحد يستطيع خداعي. أوف، لقد اشتريت أحمر الشفاه بالأمس. مهلاً، ألهمني القلم الرصاص بفكرة رائعة. أجل ستنجح بالتأكيد. أولاً سأزيل هذه الممحة، ثم سأضع شفاطاً على طرف القلم. يجب أن أقص الجزء الزائد منه. سأحتاج إلى أحمر شفاه الآن. سأسخنه في ملعقة حتى يذوب. بعد أن أصبح سائلاً سأسكبه في قالب الشفاط. وانتهيت، يمكنني إزالة الشفاط عندما يجف أحمر الشفاه. لدي ممحة أحمر شفاه على قلمي. ماذا يحدث هناك؟ روزي، هل هذا مكياج؟ أوه كلا يا معلمة، إنه قلمي الرصاص. أنا سعيدة لسماع ذلك. حسناً، أين سأضعه؟ هنا، ممتاز، كل شيء في مكانه. بنت، بسست، انظري ماذا لدي. واو، لديك مكياج كثير ومرتب بشكل مثالي، هذا مبهر. لحظة، دعيني أريك شيئاً. لا، أين اختفى؟ صادرت معرض مكياجك، أنت تعرفين القواعد، المكياج ممنوع. روزي، لا تحزني، سأشاركك حيلتي الذكية. أولاً، أحضرت لوح المكياج وعود أذن. اخترت أحد الألوان وبدأت مسحه. استخدمت عود أذن لكل لون وحرصت على وضع كمية كافية من المكياج. يا للروعة، لوح مكياج كامل في أعواد تنظيف الأذن. يمكنني استخدام مكياج الطوارئ متى أردت، ولدي خيارات ألوان كثيرة. واو، أعجبني مزيج الألوان هذا، شكراً جزيلاً. أخبرته أنها تحتاج إلى مرافق لحضور الحفلة. هذه القصة مملة. والده؟ مستحيل، نامت المعلمة. لا أريد تلك الطبشورة. أجل، إنها غارقة في النوم. إنها فرصتي لوضع بعض المكياج. لمسة سريعة. صادتها المعلمة. لماذا أشعر أن هناك شخص حولي؟ مرحباً، أعطني المكياج حالاً. أشعر بغضب عارم. أتفهم غضبك لأنها صادرت مكياجك، لكن انظري، لدي سر. هذا صحيح، هناك بودرة في كوبي. أحضرت كوباً فارغاً وقلبته، ثم أضفت بعض الغراء على قاع. ممتاز، حان وقت المكياج. وضعت البودرة على الغراء وانتظرت حتى جف. يا للروعة، مكياج مخفي تحت كوبي. كما أضفت الغطاء حتى يبدو كوباً حقيقياً. لكن لم أنتهي بعد. كيف سأضع البودرة بدون الفرشاة؟ قصصت حافة شفاط بهذا الشكل وأدخلت الفرشاة فيه، ثم أضفت شفاطاً آخر لإخفاء الفرشاة بالكامل. بعد ذلك أدخلتها في فتحة الغطاء. واو، هذا مذهل، إخراج الفرشاة بسهولة. حان وقت تعديل مكياجي. لحظة، ما الذي يحدث هناك؟ يجب أن ألقي نظرة عن قرب. المشروبات مسموحة في الصف. رائع، سأبدع في هذه اللوحة. أوف، أشعر بالحر، سأخلع سترتي. أوف، كان خلعها صعباً. لحظة، ما هذا؟
لا، أظن أنه أحمر شفاه. لقد أزلته بالسترة تباً. بسست، انظري هنا. بنت، ما هذا الصوت؟ زال كل أحمر الشفاه من شفتي. أوه، هذه مشكلتك؟ الحل سهل. تفضلي. أحضرت علبة طلاين فارغة وملأتها بجل شفاف مثل الفازلين ولون من اختياري، ثم خلطتهما جيداً وأصبح الخليط جاهزاً. سأحتاج إلى فرشاة رسم لوضعه. اغمسي الفرشاة في الخليط وضعيه على شفتيك وحصلت على ملمع شفاه ملون. واو، النتيجة رائعة. عندما يجف الخليط قومي بتقشيره. أترين؟ لا تزال شفتاك ملونة. إنها صباط شفاه ستظل ليوم كامل ولن يزول أحمر الشفاه لأنه دائم. أنت عبقرية. شكراً، سأعود إلى لوحتي الآن. هل ستستخدمين أياً من حيل المكياج التي شاركناها معك؟ أخبرينا في قسم التعليقات، ولا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك والاشتراك في قناتنا لتشاهدي المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة. طبقة لعارضات الأزياء الحريات؟ أوه، سأصبح مشهورة، لكنني لست مستعدة. دعيني أساعدك. أوه، شكراً يا صديقتي المقربة. دي دغدغ. سنستخدم ظلال العيون الزرقاء. يمكننا اختيار درجات الألوان المائية، أعني أن هذا هو الخيار المنطقي إذ سيبرز عينيك بوضوح. ولدي بعض الخطط الخاصة المقبلة. سأضع هذا الجورب فوق رأسك. لا تقلقي، إنه نظيف. وبعدها سأمرر فرشاة المكياج عليه مما سيعطي تأثيراً رائعاً. سنستخدم الألوان البنفسجية لهذا الجزء. سأمرر البودرة على عظمة الخد الخاصة بك ثم على طول خط شعرك. ستعشقين هذه الإطلالة، ستكون مفاجأة كبيرة وستدهش جميع من في العرض. حسناً، سأزيل الجورب الآن. أوه، هذا رائع، يبدو مثل حراشي في السمك تماماً. لم أنتهي بعد، سألون حواجبك. أريد أن يتطابق لونها مع عينيك. سأضيف المزيد من التفاصيل فحسب، وهذا هو ما سيصنع الفارق. والآن سأضيف بعض الجليتر، هذا سيجذب انتباه الناس حقاً، وهذا ما نريده بالضبط. والآن سنجعل تلك الرموش ترفرف. ستفي هذه الرموش الاصطناعية بالغرض، إنها سهلة التركيب للغاية. لا يمكنني أن أنسى العين الأخرى. لا تتحركي، سأضيف الجليتر إلى خديك. نريد هذا المظهر اللامع. أو نعم، هذا هو ما نسعى إليه. سأضعه على جبهتك أيضاً، يبدو هذا أفضل مما تخيلت. ولكن هناك المزيد، لدي درجة طلاء شفاه مثالية، إنها باللون الوردي الفاتح، ستكون لافتة بحق. واو، هذا مدهش، لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت هذا. أنت تبدين جميلة. أحب هذا الجزء، هذا المشهد رومانسي جداً. أوه، عيني، ما هذا؟ أوه، حسناً، لنشغل التلفاز. ها؟ نبأ عاجل؟ ماذا حدث؟ مساء الخير، نأتي إليكم بأنباء عاجلة. لدينا تقارير عن وجود وحش طليق، إن كنت قد رأيته يرجى الاتصال بالسلطات. ها؟ واو، ماذا يحدث لي؟ يعجبني هذا. ما هذا؟ إنها جميلة بشكل لا يصدق، تبدو مثل الدعسوقة. غريب، أريد أن أبدو مثلها تماماً. آه، يبدو أنني حصلت على تصفيفة الشعر، ولكن ماذا عن المكياج؟ ها هو، ما زلت بحاجة لمزيد من الأشياء. رائع. أين صندوق المكياج؟ مرحى. تباً، إنه مغطى بالغبار. ها نحن دا، حان وقت البدء. لن يكون هذا صعباً جداً، ليس مع كل هذه الأشياء الجيدة على أي حال. أولاً، نحتاج إلى تحديد الحاجبين، أريد أن يكونا بشكل مسطح. هذا ممتاز، والآن سيختفيان. سحر الإخفاء. ولن ننسى الجانب الآخر، سأستخدم هذا القلم الأحمر الآن. أحب مظهر الأقنعة، هذا رائع، أليس كذلك؟ سألونه الآن. اللون الأحمر هو المميز هذا اليوم، يمكنني وضعه بسلاسة. جيد. كان هذا قوياً ورائعاً. تعجبني هذه البقع، إنها تمنحني مظهر الدعسوقة. ياي،
أوه، فمي، متى كانت آخر مرة نظفت فيها أسناني؟ منذ وقت طويل جداً. والآن أين هو؟ أحتاج إلى معجون أسنان بأسرع وقت ممكن. إصبعي، تتطلب الأوقات اليائسة إجراءات صعبة. هيا بنا، هل نجحت؟ هذا ليس جيداً. لأرى، ما هذا كله؟ أعتقد أنني بحاجة لبعض الملابس الجديدة. لنفعل هذا. أوه، هذا رائع، لكن مهلانة، ملابسها حمراء اللون، لن ينفع اللون الأصفر. لا، ماذا عن هذا؟ حقاً؟ أوه، دينغ دينغ دينغ، لدينا فائز. ولكن ماذا عن البقع السوداء؟ أوه، مهلاً لحظة، لا تزال رطبة. رائع، مثل دعسوقة حقيقية. هذا مدهش، إنها قوة الدعسوقة. أوه، واو، حسناً، ولكن لا يزال هناك شيء غير صحيح. ليس لدي حذاء، الأرضية باردة جداً. أعتقد أنه لدي هذا الحذاء، هل سينجح؟ إنه متسخ. ماذا عن هذا؟ إنه غير مناسب لملابسي. أعتقد أنه يمكنني جعله مناسباً. لدي كل هذه المناديل، ربما أستطيع فرك هذه البقعة لإزالتها. هذا لم ينفع، هيا، يتطلب هذا جهداً حقيقياً. يبدو أنني نجحت. شكراً ليدي القوية. الخطوة التالية، التلوين بالطلاء الأحمر بالطابع. سأبدأ ببعض الضربات الصغيرة. يبدو هذا جيداً ويبعث على الراحة. تدا، والآن للجزء الممتع حقاً، يجب أن يكون مزيناً ببعض البقع السوداء. سأفعل ذلك بيد ثابتة وأرفع. دوائر مثالية ودعسوقة صغيرة لطيفة، سأصنع ستة منها، تعجبني كثيراً. تدا، لقد تغير مظهره تماماً وبالتصميم الذي أريده. إن أردت الحكم عليه بنفسي، مناسب تماماً. إذن هل أصبحت ملابسي كاملة الآن؟ يبدو لي جميلاً للغاية، رائع. لنفعل ذلك. هل تأخرت؟ هل نصير للضحك؟ تظنين أنني سأدعك تدخلين بهذا الزي؟ على أي حال، أنت لست حورية باحرة. هذا بعيد المنال، قواعد اللباس الغبية. هي، هيا. يه، من تظنان نفسيكما؟ حاسرة عملاقة؟ لا، لست حورية باحرة. حسناً، أنت لست لطيفاً أبداً. لا، أنا مضحك. لا أعتقد ذلك، لنغادر هذا المكان. ماذا سنفعل الآن؟ هل سنعود؟ أنا لا أشبهها على الإطلاق، ولكنني أستطيع. تعال يا أيتها السيدة الجميلة، حان وقت حورية البحر. جميلة جداً. لم يكن حقيقياً، أترى؟ مدهش، لكنك بعيدة كل البعد عن أن تكوني حورية بحر. جميع الألوان خاطئة. عذراً. مهلاً، لدي فكرة. سأرى هنا، انظري، إنها وصفة لحورية البحر. يبدو الأمر صعباً قليلاً. حسناً، لنجرب. لدي القليل من المادة البراقة ومقص، سأبدأ. أو جميل جداً. ومن سيرتدي هذا بالضبط؟ هذه نقطة هامة. أوبس، فاتني هذا التفصيل الصغير. أمسكيه بثبات. سأقرب من هنا، الآن أقف هناك. حسناً، لا تتحركي. حسناً، ماذا تفعل؟ مرحباً آدم، ثقي بي. هل لا تطلعني؟ هو من أين جاء هذا؟ إنه ذيل حقيقي. واو، أمسكت بك، ها أنت ذا. شكراً. أفعل أي شيء من أجل حريتي. هاو.
مهلا لحظة، أعتقد أنه لدي الحل وإنه هنا. أترين؟ هاي، ماذا عن النصف الآخر؟ أو ماذا عن هذه الأصداف؟ لا أعرف. أو انظري، أنا فيل. هذا مضحكا ولكن لا. حسنا، موافق. مهلا، وجدتها. فقط ارتديها. ماذا؟ هذا غريب. ألا تريدين أن تكوني حورية بحر؟ ها هي، أبعد تلك عني، سأصنع أصنافي الخاصة. هذا غير مجد. حسنا، أعطيني هذا، سأحولها إلى شيء مفيد. ها هي الصدفة. سأحضر الطلاء الوردي وأستخدم الكرتون كقالب، ثم أضع الطابع على الطلاء. هذا ممتع جداً أيضاً، وأفضل جزء هو إضافة المادة البراقة، لكن يجب أن يكون الطلاء رطباً. ممتاز، والآن المفاجأة. تدا! واو، إنه في غاية الروعة. حسناً آدم، يمكنك النظر. واو، تبدين حقاً مثل حورية البحر، من إكسسواراتك إلى زعنفك الزرقاء. لا أصدق ذلك، أجمل حورية بحر رأيتها على الإطلاق. واو آدم، هل من أحد هنا؟ لنذهب، بقي شيء آخر، أتعلمين؟ حقا، إنها معجزة حورية البحر.